صراحة أجمل شيء في هاي الأعراس الشعبية إنه مشاعر الناس فعلاً حقيقية. صادقة ما بتبقاش فيك ما فيش بالضبط يعني كل واحد موجود ويكون يعني شفت المحبة اللي تكلمنا عنها إنه كل واحد مساهم بشيء في هالفرح يعني. في فرح أي لا في سعادة يعني أنا عن نفسي ممكن أحضر زواج زي كده رح تتنازل هي مقاطعة كل الأعراس بس هالزواجات يعني سمر أعلنت إنها اليوم ممكن تحضر فرح في مصر عند سامي انا مش عبركم انتوا الاثنين خلاص احنا الثلاثه نروح مصر ونخلي سالي على العموم نرجع نرحب طبعا باستاذ عبد العزيز وزوجته نوال ما شاء الله عليكم متزوجين من 4 سنوات عبد العزيز كيف كان الحفل بالنسبه لك ويعني هل كان ضمن امكانياتك ولا أمانة يعني نوال ضغطت عليك إنه لا أبغى كذا وجيب لي هالمطرب وسوي لي كذا وتبغى هالقاعة لا معروف يعني الطلبات حاضرة يعني ما تخلص إيه يعني هذه من محسوب حسابها يعني